السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم حنديرو تليتلي بالدجاج. اول حاجه نقليه في شويه زبده، وهنايا كان عندي دجاج كونجلي وكنت مزروبه بزاف، والله ما بالي كيفاش فيلميت لكم كامل. درت له شويه زيت باش نقليه، راح عندي كونجليه داخل لا كوكوط، يعني ندوزنو شويه ونخليه يدي كونجلا. شوف هنايا راح للثوم تاعي، درت 8 سنينات، 8 ولا 7، ماما 7، درتهم فوق الدجاج. لازم تركزوا بزاف في الغازات، كي يكون عندكم دجاج كونجلي لازم الثوم هذاك ما ماشي كونجلي، نديرو دائما فوق الدجاج باش يعطيه بنه قبل ما يتحرق. وكي يكون عندي اون صوص تاع الدجاج، يعني الثوم تمتم يطيب، راكو عارفين كي يطلق هذاك الدجاج البنه تاعو نحطو نخلط نورمال يدوب يولي بون، هذا يعطي لك بون صوص هكذا. تقدري هنا البنات ما تنساوش في الكحل والملح بيان سور، لازم كي تكوني تقلي باش يطلق هذاك الدجاج تاعو. وتليتلي تاعي وفي ميزور راني نحمص فيه بالعقل. هنايا البنات كنت ندني فيه شويه باش ما يلصقليش، ومن بعد يتحمر لي من كاع الجوايح. البنات هنايا حندير شويه ماء ونغلق عليه 5 دقائق نديرو، ونغلق عليه باش ندي كونجليه برك، يعني دوك نعاود نحل ونزيد نعاود ندير له واش لازم. رحت للتليتلي تاعي وزدت حمصته شويه زياده، من بعد حطيته ابار ودرت له الماء يتغلى، ابخي نطيبو. كي تغلى الماء فوالا رميت التليتلي تاعي. هنا البنات كي يطيب انا محش نزيد له الزيت، ما نزيد له زبده باسكو كنت حمصته ديجا. هذه هي يعني كي تحمصوه لازم تعرفوا بلي ما كان ديروا زبده ولا زيت، يعني يقعد لك حبه بحبه، ما كان لا ما تسحقيش. وهنايا درت الملح وخليته يتغلى، طلع نورمال، طيبته نورمال، يعني ماشي يقعد كروك ولا ما يعني ماشي يزيد يطيب. وفي الدجاج هذاك اللي دابلي هنايا 5 دقائق هكذا دابلي، فوالا شوفوا مازال ما تحمر، نعاود نقلبو وندير له الرند. شوفوا الاسمو تاعي التوم تاعي خلاص، ما عاودش نرجع حرامه من الفوق، وندير اكليل جبل قطعته صغيره باش يعطي بنه. ومنطون عنده بزاف لي فيتامين، يعني نعرفوا بزاف اكليل الجبل ولا رومارين ولا قولوا بالقبيله امزيه، حنا نشربوه بزاف، حنا قبعين نشربوه ديجا كي يكون عندنا القهوه ولا نشربوه هايل، ما مليح بزاف. هنا زدت له الماء وقلقت عليه وزدت له 5 دقائق البنات، شوفوا كيفاش تحمر لي. وهنايا نسيت لو فو، عليت له لو فو، شوفوا كيفاش تحرق لي في الكوتي. تسمى ما تعلوش لو فو، قدروا ديروا لو فو يكون صغيور. و دايور كي يكون هذاك الكوكوطه هذاك محمره والله غادي يجي بنان بيناتنا عليه والله. ان شاء الله تسيوها برك البنات. شوفوا كيفاش ولا معايا هذاك الثوم ما يبانش كامل. نحيت الدجاج تاعي ونرميت ليتلي تاعي، ونزيد نشعل لو فو ونزيد شغل نسخنو هذاك، ما تنساوش بلي طابق قبيل لاصوص بوكا هي سخونه. ولا كنت حنقدمو ديريكت انا نقدمو، ولا ما كنتش حنقدمو نغلق عليه الكوكوطة هذيك وقعد سخون وقعد هايل. البنات هنايا تليتلي هدايا قعد لي حتى لغد مداك واحد شويه هكايا، قعد حبه يعني حبه بحبه، والدجاج قعد بنين. ان شاء الله نتمنى تسيوه كامل كيما راكم، واللي عجبتها لا فيديو ما تبخلش عليا بلايك وتعليق علاش لا لا. ولا راكي جديده معايا بيان سو ما تنسايش تابوني انا شان، ومرحبا بكم كاملين وشهيدكم في الجنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.